سلام الله عليكم ورحمة وبركاته محترمين اليوتيوب. خيرا تعمل شرا تلقى. ايه اللي عملته الزوجة الخاينة مع الدكتور الصيدلي اللي كان بينتظره مستقبل مشرف؟ الزوجة اللي هربت من اهلها علشان تتجوز البلطجي مدمن المخدرات. الحياة الشعبية بمحافظة القاهرة اشتغل ولد بعد ما اتخرج من كلية الصيدلة، لكن كانت الظروف المادية مش مساعداه ان هو يفتح صيدلية. دور على دكاترة كتير وصيدليات كتير علشان يكون تحت التمرين، وهو يعني لما العجلة تمشي حبتين يقدر يكون نفسه ويفتح صيدلية خاصة بنفسه. لكن الولد ده عشان كان عنده طموح وكان عنده صبر ومثابرة، حب ان هو يشتغل اكتر من وردية في الصيدلية علشان يكون الراتب دوبل. الناس كلها كانت حباه لانه ما كانش بيستخسر اي نصيحة ولا اي مشورة في اي حاجة، وكان بيطلع يمكن ادوية للناس الغير مقتدرة وحاجات كتيرة قوي وزع صيته في المنطقة. لكن كان في نفس العقار اللي كان فيه الصيدلية زوجة، وزوجها كمان اللي كان دايما الجيران بيسمعوا المشكلات اللي ما بينهم والمشاجرات اللي ما بينهم. لكن الدكتور الصيدلي ده قاعد في يوم من الايام بداية الخير نزلت له الزوجة الخاينة وهي بتبكي وتقول له انا عاوزة شريط برشام للصداع، انا عاوز كمية كبيرة علشان ارتاح. هنا طبعا بدأ ان هو يهدم روعها كده ويديها حباية للصداع، وكمان طلع ذوق راح جري على التلاجة وجاب ازازة المية وشربت وبدأت انها تهدى. استأذنت منه وطلعت على شقتها، وطيب من الصياح والصراخ ما بينهم هما الاتنين هي وزوجها. اصل الزوجة دي ما قلتلكمش انها الزوجة دي لما اتقدم لها الزوج في البداية في بلد تانية وكانوا الاتنين من بلد واحدة، اهل الزوجة رفضوا، لكن الزوج قدر ان هو يسرح بيها وطفشت معاه. طبعا هنقدم نصايح ومواعظ في نهاية الفيديو، لكن اما نحكي لكم الحكاية، طفشت مع زوجها وخلاص. طيب هنا وقفنا لحد ما الزوجة اخدت حبات الصداع وبدأت انها تهدى وتطلع لشقتها، لكن في نفس الميعاد تاني يوم دخلت على الدكتور الصيدلي انه كان شغال ورديتين وبرضه طلبت منه شريط للصداع. وهنا بدأت انها يعني تتوسم في الخير وبدأت انها تقول له انت زي اخويا وانا هحكي لك، وبدأت انها تحكي له يعني ايه حاجات بسيطة كده عن حياتها وغادرت الصيدلية. لكن قعدت 3 4 ايام في نفس الميعاد وتنزل له وتاخد حباية للصداع وبدأت انها تحكي له كل حاجة، لحد ما جت بقى يوم الواقعة نفسها اللي قلبت كيان الصيدلي لما نزلته في نفس اليوم. لكن كانت منهارة وعليها اثار ضرب وخرابيش وحاجات من دي كلها، فبدأ الصيدلي ان هو يهدم الروعة وقال لها انت ايه اللي حصل؟ قالت له، قعدت بقى تشتكي من زوجها وانه ده انسان بلطجي ومدمن للمخدرات وغلطتي ان انا اتجوزته، وقعدت تحكي مع الصيدلي وطلبت منه لانها كانت نازله في وقت متاخر، قالت له لو تسمح لي ان انا ابات في الصيدليه، ما تخافش انا مش حراميه ولا بسرق ولا حاجه، لكن انا عاوزه مكان يقويني لحد الصبح بس. صعبت على الدكتور الصيدلي، لكن الدكتور كان واعي حبتين ما قبلش ان هو يسيبها في الصيدليه لوحدها. يمكن الصيدليه فيها دواء من الجدول وفيها فلوس، لكن الصيدليه فيها كاميرات، فبدا ان هو قال لها ان في حجره صغيره كده اللي هي بتاعت العينات والحاجات دي كلها، ادخلي نامي فيها وانا هفضل فاتح الصيدليه للصبح علشان الناس رايحه وجايه ومش هينفع ان حد يدخل علينا الصبح ولاقينا احنا الاثنين في الصيدليه. بدا ان هو سهران لحد تاني يوم الصبح، وهي بالفعل صحت من نومها، هو كان مراقبها، صحت من نومها وطلعت لشقتها. لكن في اليوم ده قدر ان هو ياخد رقم تليفونها علشان يعرف حكاية الست دي ايه. بالفعل بعد ما زوجها نزل الشغل وبدأت انها تتصل عليه ويتصلوا على بعض، وحكت له الحدوتة من البداية للنهاية. زوجي ده بيضربني، انا متجوزاها على حب، لكن انا ما عدتش طايقاه وانا خلاص بفكر في الطلاق. هو طبعا الصيدلي كان رافض قصة الطلاق وكان حاطط في انها مشكلة عادية يعني ما بين اي اتنين ومفيش بيت بيخلع من المشاكل، فكان وضعه ان هو مش عايز يكون يعني ايه ان هو يولع في الدنيا او يشعل النار. قعد يهديها، قالت له لا انا خدت قرار والحمد لله ان انا ما خلفتش منه من يوم ما اتجوزت ولازم اتطلق منه.
هنا طبعا قال لها خلاص اللي يريحك، وقالت له خلاص انا همشي في اجراءات الخلع والطلاق علشان ارتاح منه، الحمد لله انا ما خلفتش منه. هنا طبعا عدى يوم، عدى اتنين، فهي اتصلت عليه بقى الدكتور الصيدلي وقالت له بقول لك ايه، انا تعبانه ومش قادره ان انا انزل لحد الصيدليه، فهستاذنك بس تجيب لي العلاج اللي انا باخده على طول ويا دوبك هاخده من على الباب. هنا طبعا بطيب خاطر الصيدلي طلع واداها العلاج وكان في الشقه، لكن الباب اتقفل وما اجتمع رجل وامراه الا وكان ثالثهما الشيطان. وقعوا الاثنين في المحظور. لكن بعد بقى ما اجمع نفسه ولم الهدوم وهو نازل، اخذ عزم، اخذ عهد مع نفسه، ايه اللي انا عملته ده؟ ليه ان جريت لحاجه زي دي؟ انا ما عدتش رايح للست دي وحط رقمها في الرفض، يعني حس بالندم وبالذنب. لكن هي كل ما تتصل عليه تليفونه مقفول مقفول مقفول، خلاص فالمشوار مش بعيد وهو الصيدليه تحت البيت. نزلت له ما بتردش عليا ليه؟ قال لها انا فعلا اللي انا عملته ده حرام، وانا يعني انجرفنا في الغلط مره فما عدناش هنعاود. فهنا طبعا بدات انها تطيب خاطره، قالت خلاص احنا ضعفنا مع بعض. وفضلت الامور ماشيه لحد ما بعدها ب 15 20 يوم اتصلت عليه وكانت فرحانه قوي، خير يا رب انت ايه اللي مفرحك؟ قالت له انا قدرت ان انا اتطلق من جوزي. يعني ايه قدرت ان انت تطلعي من جوزي؟ هو قاعد يحسبها حسابات سريعه كده، في حد بيرفع قضيه ويتطلق في ظرف اسبوعين ثلاثه، فبيسالها قال لها يعني المحكمه انت تعرفي حد؟ قالت له انا كنت موكله محامي كبير وخلاص هو غادر الشقه عندنا وخلاص هو هيسيب لي الشقه لحد ايه ما انا ارتب اموري وخلاص كل واحد راح لحاله. هنا طبعا الكلام ما دخلش على عقله، لكن قال ها هسير الامور، هو انا بيني وبينها ايه؟ هنا طبعا الامور بقى بدأت ان هي الكيمياء تولع في الدورة زي ما احنا بنقول، مكالمات ليل نهار بدأت تعطله عن شغله، بدأت انها تتردد عليه في الصيدلية لحد ما هو اللي طلب منها قال لها بقول لك ايه، الناس بدأت تلاحظ ان انت بتيجي على طول وبتروحي، ايه رأيك اما نطلع نتغدى بره ونقعد نتكلم في كل ما يخصنا؟ بالفعل طلعوا اتغدوا بره، لكن وهم بعد وهم راجعين المفروض ده يرجع على الصيدليه ودي تطلع على شقتها، لا هم رجعوا هم الاثنين على الشقه ووقعوا في المحظور للمره الثانيه. علشان بعد ما ينتهي وينزل صيدليته وهي تتصل عليه، ايه رايك يا دكتور في الليله بتاعت النهارده؟ ليله ايه؟ قالت له خلاص احنا نبقى احنا الاثنين جسد واحد، هتتجوزني امتى؟ هتجوزك امتى؟ انا ما كنتش عامل حسابي، انا مش مستعد، انا ما ينفعش، انا 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 بدات هنا بدات اللي هو الزوجه الخاينه بتقول يعني انا سلمت لك جسمي وسلمت لك كل ما املك وي والحاجات دي كلها، وفي الاخر تيجي تبيعني وتقول لي هتجوزك ازاي؟ فبدات انها تلمح له كده ليه التهديدات والحاجات دي كلها، فهو طبعا يعني ما قلقش الا لما قالت له انت عارف طليقي شغال ايه؟ انت عارف ان طليقي مدمر وعارف ان طليقي بلطجي وهو ممكن لو انا قلت له بس ان انت السبب في الطلاق شوف هيعمل فيك ايه؟ هنا بدأ يقلق من مين؟ يقلق من البلطجي جوزها او هو طليقها، لكن في عقيدته انه مش هيتجوز، ازاي ينفع انه يتجوز زوجه خاينه بالمنظر ده ويقابل اهله ويقابل معرفته وخلانه يقول لهم ان انا متجوز زوجه مستعمله او زوجه او 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 الى اخره. هنا طبعا رفض، فهنا طبعا هي حست واتأكدت ان مفيش طريق مفتوح بينها وما بين الدكتور الصيدلي ده للزواج. قلت له طب بقول لك ايه؟ خلاص احنا هنفضل اصحاب هنفضل اخوات وتيجي تزورني برضو وخلاص يعني اللقاء الاخير، وعلشان انا كده خلاص انا طليقها هياخد الشقه وانا هرحل من المنطقه كلها. صدقها وطلع لها الشقه، لكن ما كانش في الحسبان بقى انها كانت مرتبه كل حاجه، كاميرات في كل مكان وسجلت العلاقه الجنسيه كامله، وبعد ما مشى قعدت يوم واتنين ما تتصلش عليه، فهو استغرب ده كل مره اكون عندها وانزل هي تتصل بيا وتكون يعني متشحتفه حبتين، فهو اللي كلمها يا ترى انت ساكته ليه؟ هو انت نقلتي؟ قالت له لا انا ما نقلتش، انت هتتجوزني ولا لا؟ قال لها احنا اللي هنعيده نزيده. قالت له خلاص ما فيش اي مشكله، الفيديو وصل طليق. قال لها فيديو ايه؟ قالت له العلاقه اللي ما بيني وما بينه. وبالفعل الطليق دخل في الموضوع وبدا ان هو يهدد الصيدلي،
وبعت له جزء كده من المقطع، يعني في حدود 30 40 ثانيه، واكيد يعني العلاقه دي ما قعدتش 30 40 ثانيه، الدكتور الصيدلي عارف ان الفيديو كامل. هنا طبعا بدا يخبط كف على كف، ايه اللي انا عملته ده؟ ده انا راجل دكتور صيدلي وبصلي وبصوم والناس يعني بتحبيني وبتحترمني، طب طلباتك ايه يا عم؟ قال انا عايز منك مبلغ، وطلب منه مبلغ كبير جدا. ما كانش معاه الدكتور الصيدلي المبلغ ده، فضل يدور على الزوجة في صلقة ملقط لحد ما وصل لها. ايه اللي انت عملتيه ده؟ بقى انا امنتك، وانا اللي يمكن احتضنتك، وانا اللي وقفت معاك، وانا 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 والحاجات دي كلها. قالت له هو الطليق اللي ضغط عليا، وطليقي هو اللي غصب عليا ان انا اصورك، لان انت لما حصلت المشكله وانت ما رضيتش تتجوزني انا رحت وقلت له كل حاجه. قال لها يعني انت نفذتي التهديد بتاعك؟ قالت له ايوه، ما انت ضحكت عليا. قال لها يعني ايه؟ انت اللي سحبتيني. قالت له ما عادش ينفع الندم ولا ينفع كان ولا مكان. طب الحل ايه؟ قال لها دلوقتي العدو ليا وليكي واحد، يعني عدوي هو طليقك وعدوك هو طليقك. فقامت قال له لا، ده هو ما كانش عدو ولا حاجه، تعالى اما احكي لك الحدوته. حدوته ايه؟ قلت له ده كان جوزي، وكان متقدم لي واحنا في بلدنا، بس اهلي رفضوا، ولما اهلي رفضوا هو سحر لي، ضحك عليا، المهم احنا هربنا احنا الاثنين، وعلشان هو بيشرب وبيخدر وحاجات من دي كلها، رمى عليا يمين الطلاق 3 مرات. انت ما انتش فاكر لما قلت لك ان انا هرفع عليه قضيه طلاق، وبعدها ب 15 يوم اتطلقت، وانت استغربت انا اتطلقت ازاي؟ قال لها ايوه. قالت له اصل انا متطلقه من زمان، وهو كان عايش معايا في الحرام. يعني ايه؟ طب ما قلتليش الحكايه دي ليه؟ قالت له اللي حصل وكان ومكان، انت هتتصرف في ايه؟ خلاها خلاص هو دلوقتي بقى عدوي انا وانت، ولازم احنا نتصرف احنا الاثنين ونتخلص منه لوحدنا. طب هتعمل ايه؟ قال لها انت ناسي ان انا دكتور صيدلي، انت هتعدي في الصيدليه عليا وهكون مجهز لك علبتين من العصير، وانا هعلم العلبه بتاعتك. تمام، انت تشرب العلبه دي وهو يشرب العلبه الثانيه. هنا طبعا الزوجه كانت مطمنه ان الصيدلي حاطط مواد مخدره او سم يعني في علبتين، في علبه واحده للعصير، عشان كده كانت متحفظه ومركزه قوي ان طليقها يشرب من العلبه اللي فيها السم. لكن الصيدلي كان حاطط السم في العلبتين عشان يموتوا هما الاثنين، وتتطوى صفحتها وتتقفل صفحتها، ولا من شاف ولا من دري. لكن كان لها رزق انها تعيش، يعني هي اصرت انها ما تشربش العصير، وهنا الزوج او الطليق شرب علبته، وفي ظرف 10 دقائق بالظبط كانت روحه فاضت لربنا سبحانه وتعالى. هنا طبعا الصيدلي منتظر بقى ان ولا في كلام ولا في همس ولا في اي حاجه، هما الاثنين هيموتوا اول ما يشربوا العصير. لكن فوجئ بعدها بنص ساعه التليفون بيرن، بيبص على التليفون رقم الزوجه. قال لها الزوج اللي بيرن ولا الطليق ولا مين ولا مين؟ حب ان هو ما ردش لانه قلق. قال لها ده المفروض ان العصير يموت الاثنين، لكن بدا ان هو يتردد. طب قال انا لو ما ردتش عليها هي هتجيلي على طول تاني، فرد عليها في التليفون. قالت له خلاص يا دكتور طليقي مات. بدا يخبط كف على كف، يعني انت ما شربتيش؟ قالت له هو انت كنت حاطط حاجه في العصير ليا؟ قال لها لا، طب الحمد لله ان انت ما اتلخبطتيش، هو مات؟ قالت له ايوه. قفل تليفونه وفص ملح وداب الدكتور الصيدلي، ترن ما يردش، تليفونه مقفول، ساب الصيدليه ومش حد يعرف عنه حاجه، نزلت تسال عليه مش موجود، ده مشى يوم. قالت انا مش هشيل الليله لوحدي، يعني ايه؟ قفلت بابها وطلعت جري واختفت عن الانظار. 4 5 ايام الجثمان بدات ريحته تطلع يا جدعان، وبدات الاهالي تبلغ رجال الامن اللي حضروا على طول، وقفلوا بفتح الباب لقوا الجثمان ممدد، وبدات يعني ايه الانتفاخ وعوامل التحلل تظهر فيه. من خلال التحريات وتفريغ الكاميرات توصلوا للزوجه بعد ما سالوا على اسمها، وقدروا ان هم يمسكوها. لكن الصيدلي غلبهم حبتين، اصل شغال صيدلي يا جماعه، بيعمل تحاليل وبيعمل يعني تركيبات وبتاع. فهنا طبعا الزوجه انهارت واعترفت بكل حاجه، ومن خلال نصب الاكمنه تم القبض على الصيدلي. هنا طبعا واجههم الاثنين ببعضهم، اعترفوا اعترافات تفصيليه ومثلوا كمان الجريمه، وتقدموا للمحاكمه العاجله. يا ترى
من وجهة نظر حضرتك او حضرتك هيكون الاحكام ايه على الدكتور الصيدلي والزوجة الخاينة. وكده وصلنا لنهاية الفيديو، ومش هنختمه الا بالنصايح والمواعظ والارشادات اللي احنا بنقولها لكل حبيب. نصيحة لكل بنت، اوعى حد يزيف حقلك بكلمتين او بكلمتين حب والحاجات دي وتهربي من اهلك. مفيش حد هيخاف عليكي اكتر من اهلك، حتى لو انت يعني حب حد ومرتاحة له، واجه اهلك وقولي له وقولي لهم وصممي على الجواز منه، لكن تهربي معاه فاكيد يعني طالما انت هربتي وبعتي اهلك وناسك وخلاني، فاكيد هو مش هيبقى عليكي ويشتريكي. فنصيحه لكل بنت، اوعى حد يضحك عليكي وتهربي معاه على الحلى الحصان الابيض والفستان الاخضر وها والقصص دي كلها يا جماعه. ده خلاص يا جماعه في خبر كان زمان، القصص دي كلها كنا بنشوفها في الافلام، ما كناش بنشوفها على ارض الواقع. فطبعا عمرك ما هتبيع اهلك وحد يشتريك. فياريت كل بنت جميلة محترمة مؤدبة، ياريت ما تسمعش كلام اي حد، لان ما فيش حد هيخاف عليك اكتر من اهلك. ونصيحة لاي خريج لاي ولد شباب، خلي دايما عمل الخير في المحدود، يعني ما توصلش ان انت تاخد رقم تليفونها. يعني النهارده لما دي زوجه تطلع تشتكي لك اسرارها وتشتكي لك كل حاجه بينها وما بين زوجها، يبقى هي غير مؤتمنه على اللي ما بينهم الاثنين، فازاي هتأتمنها انت بعد كده؟ ما تفتحش المجال ان انت تسمع اي شكوى او اي مشكله خاصه ما بين الازواج والحاجات دي كلها، علشان هتكون النتيجه غير وخيمه. كل واحد يشوف مصلحته، يشوف اكل عيشه، ويشوف مستقبله، ويدور على عروسه بنت حلال معروف اهلها واصلها وفصلها. بلاش يعني نفتح القلوب على الواسع او على البحر زي ما بنقول، علشان الدنيا ما عادش فيها امان زي زمان. لو وصلت معانا لحلقه النهارده، فاحنا ممنونين لكل الحبايب المتواجدين معانا ودايما داعمنا. دمتم بخير، كان معاكم اخوكم مجد البلاوي. ما تنسوناش في الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس، لان قناتنا ما بتكبرش غير بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل كل الاحبه من الاخوه والاخوات. نورتونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.